معنا هاتفيا مشاهدينا الكرام من بغداد الناشط في التظاهرات علي عزيز. مرحبا بك، كيف تبدو حركة التظاهرات اليوم في بغداد عموما والمحافظات؟ نعم، يا مرحبا بك وبالمشاهدين. حياك الله. طبعا حركتنا الآن ما شاء الله الحمد لله أعداد كثيرة، لا تزال الأعداد بالمستوى الذي نريدها نحن في بغداد سواء أو في القرى الأوسط أو بالبصرة، واي تناقص الاعداد هذا مجرد كلام بكلام نهائيا. وكذلك نحن طبعا نحب ان ننوه عن المليونيه التي اطلقنا عليها يوم الثلاثاء القادم، حيث بالامس كنا نتوقع ان تكون جلسه البرلمان يوم الاثنين، لكن كما يبدو من التسريبات انها الجلسه ستكون غير منعقده، يعني لانه بسبب الاختلافات القويه التي نشبت خصوصا هذا اليوم بينهم بين افراد القوى السياسيه، فلذلك نحن نظمنا مظاهرة مليونية يوم الثلاثاء القادم. طيب، يعني القوات الحكومية الآن والميليشيات هاجمت مجددا متظاهري ساحة الخلاني في بغداد بالرصاص وقنابل الغاز المحرم دوليا وحتى بنادق الصيد. هل لديك تفاصيل عن سقوط جرحى وشهداء، ولماذا هذا التصعيد على ساحة الخلاني الآن؟ سيدي، نحن في كل يوم مساء، يعني من بعد المغرب مساء والى منتصف الليل واحيانا حتى ساعات الفجر الاولى، نتعرض لهجوم من قبل قوتين. القوه الاولى هي قوه حكوميه تسمى مكافحه الشغب، اما القوه الثانيه هي القوه التي ارتدت القبعه الزرقاء وهم اتباع مقتدى الصدر. عندما تندمج هاتين القوتين كل ليله يطلقون علينا الاعيره الناريه، يطلقون علينا القنابل الغازيه، والان يطلقون علينا اللي احنا نسميها باللهجه البغداديه بطلق الصيد بالبندقيه الكسريه نسميها احنا. هذه تكون يعني الاطلاق الواحد فيها تحتوي على اكثر من 100 قطعه معدنيه اللي بين قوسين نسميها صجم، كي يصيبوا يعني اكبر عدد ممكن من الشباب، وهذا الشيء كل يوم يضرب لنا وكل يوم يقتلوننا، بالاضافه الى حالات الطعن لدينا عندما يتسللون اتباع مقتدى الصدر ويطعنون الناشطين او المتظاهرين او اي شخص متواجد تحت التحرير. هذا الشيء اعتدنا عليه كل ليل. نعم. طيب، ايضا سيد علي عزيز، لجنه التظاهرات يعني دعت الى تظاهرات مليونيه الثلاثاء المقبل، بصفتك ناشطا كيف ستتفاعلون مع هذه الدعوه؟ يعني كيف سيكون رد فعل الجهات الحكوميه مع هذه التظاهرات المرتقبه؟ رد فعل الجهات الحكومية لا يعنينا نهائيا. استخدموا معنا كل وسائل القتل، استخدموا معنا الاغتيال، استخدموا معنا القناص والسادم، لم ينفع هذا الشيء نهائيا. نحن مستمرين بالانتفاضة. أما بالنسبة إلى تجاوب الشارع العراقي والعراقيين بشكل عام، فنحن إن شاء الله قد أعددنا مفاجأة كبيرة للحكومة القاتلة، هذه الحكومة القادة على المنطقة الخضراء. يوم الثلاثاء سيتفاجؤون من العدد الهائل الذي سينزل به الشعب العراقي الى شوارع بغداد، ونحن الان ندرس وبجديه خطه محكمه لتطويق المنطقه الخضراء في حينها، لكن هذا اليوم متى سيكون؟ هذا اليوم نحن من سيقرره. من الان فصاعدا عليهم ان يحذروا جيدا، نحن نعدهم إن لم يستطيعوا اليوم أو غدا أن يحضروا إلى ساحة التحرير ويسمعوا صوتنا خوفا ونحن نفتخر بأننا حرمنا عليهم أن يزوروا وسط بغداد الذي هو ساحة التحرير اللي احنا نسميه باب الشرج في بغداد، مثل ما حرمنا عليهم وسط المدينة سنحرم عليهم الخروج من بوابات المنطقة الخضراء. ترفضون ترشيح اسم بعينه لمنصب رئاسة الوزراء، لماذا حتى الآن يعني لم تقتنعوا بجميع الأسماء المطروحة؟ لأننا أساسا ضد العملية السياسية وضد كل الوجوه السياسية منذ عام 2003 ولحد الآن، سواء كانت تشغل مناصب حكومية أو سواء كانت تشغل مناصب برلمانية. طبعا مع احترامنا لبعض البرلمانيين الوطنيين الذين ينادون من أجل نصرة المتظاهرين، ونحن كنا لا نعلم هل هذا النداء نابع من صميم القلب او تماشين مع ركوب الموجه. على اي حال نحن نعرفهم جيدا واحدا واحدا. نحن لا نريد اي شخص من هذه الكابينه نهائيا، سواء الكابينه التي كانت الان موجوده الان او التي كانت بالقبل،
نحن ضد نظام العملية السياسية الفاسد المجرم القاتل منذ عام 2003 ولحد الآن. أخيرا، طلبت جامعة المثنى أكدوا عدم المشاركة بالامتحانات بالرغم من إعلان هذه الجامعة جدول امتحانات نصف السنة تأكيدا للإضراب العام. طبعا هذا الإضراب، هل ستزيد هذه الخطوات الطلابية التصعيدية الضغط على حكومة المنطقة الخضراء؟ الطلبة هم روح الثورة. يعني أنا الآن قبل لا أنه يتم الاتصال بيني وبين قناتي كنت في اجتماع مع العديد من قيادات طلبة الجامعات، خصوصا الطلبة سيفاجئون الحكومة، حكومة المنطقة الخضراء، بثورات تصعيدية كبيرة لم يشهدها يعني مستحيل أن تشهد ساحات التظاهر من قبل. يعني والله رغم ما قدمناه نحن، الذين نحن يعني تجاوزنا مرحلة الطلبة، نحن أكبر منهم سنا، لكن والله العظيم نحن نستمد قوتنا من هؤلاء الأطفال، من هؤلاء الطلبة، سواء كانوا في الجامعات أو كانوا في الثانويات. يعني بصراحة جدا أثبتوا أنهم القوة والكلمة الفصل بهذه المظاهرات. نعم، علي عزيز من بغداد الناشط في التظاهرات، شكرا جزيلا لك.